الله يحفظك. وش حالك؟ عساك طيب. الله يحفظك. 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 الله يغفر لك ربيك. الله ما تجعل عيالك ان شاء الله. الله يجزاك خير. الله يحييك. يا مرحبا. والله انك الخوي اللي في مع شايلنا. والله يطول عمرك وعلمك دائما غاهر في منبار. السلام يا رجال. مساكم الله بالخير. مجورين. سلام تحيه. بالريح وسلامتك. الله يغفر له الله المحل. الله يغفر له ونصر. الله يغفر له ويسكن الجنة. ربي كريم. الله يجزاك خير. طيبان الغباء كل نوم الباح على المملكة. طيبان من دولة جرماني. رحم طيبان الغباء كل نوم الباح على المملكة. طيبان من دولة جرماني. وغني بترحيب ثبت بالوفا مبنى بكل الضيوف وكل من زارنا عاني. بكل الضيوف وكل من زارنا عاني. وغني بترحيب ثبت كل من زارنا عاني. بكل الضيوف وكل من زارنا.
رحم وارح متراحم المطر شرفتونا يا اهل عمان. والله العظيم ان تمنينا ان يكونون الشباب موجودين لكن عندهم ارتباط الليله عشان في الرين ولا وقتكم المحدود حطينا واجبكم الليله. ومرحبا والله ومسهلا بالجميع. وفيها الله يمسيكم بالخير. مرحبا والله ومسهلا. والله انكم مثل المطر على الارض. كبيرتان قرعه يقدمكم بكره ثلاثه المحل ان شاء الله. والله يحييكم بحياه الله. او عفاكم مميز. الله يغفر اللي تكلمت عليهم وفي هذا الموضوع رضي يمني في ذا المحل. وحنا طالبينكم بجينا. تقولون تاب تاب. بيض الله وجهك ويزاك الله خير وجعل من يابك الجنه. لكن احنا طال عمرك جدولنا محدود وضيق وبكره معانا التزام وراجعين لعمان. ودنا الشاهد الله ودنا لكن محلاتكم كلها وحده الشاهد الله. والله ما غلاكم وغلاهم والله نحن حريصين وان طمعانين في ضيفتكم بكره. كان الله يعلم عندكم التزام في جدولكم في الساعه الطيبه لنا الشرف. والله يحييكم تحيه ما في مجال ابدا ما في مجال. جزاك الله خير. ابشر انكم يعني اكيد انكم جايين ولكم تاخذوا لكم كذا يوم. فودنا تشرفونا في محلاتنا. الربع ضلا كفوا هم واخوانهم قبيلتهم وحنا لنا حق. انا ومن حضر اللي تشوفه من حضر. كل واحد منهم يبغى فاعطونا فرصه. ودنا والله احنا ودنا والله الجلسه معكم ما تنمل. الجلسه لو نجلس سهر لكن والله بحكم الظروف والاعمال اللي جايين فيها ما في عندنا مجال لعمل. ولا ودي اشرف كل واحد بيته. وهذا شرفي لي قبل كل شيء. شهد الله. وذا شدنا عن المجموعه ذي الموجودة. بيض الله وجهك يا عمي. والله جدولنا مضغوط وما في مجال لكن ان شاء الله ما ودنا باحراجكم ولا ودنا انكم تجون وزياره ما عليك زود. لكن شيء ودنا التجربة الجماعه اللي معاي حد على سفر بكره انتم واقفين ما عليك زود. دولتنا ما عليك زود. ما عليك ما عليكم زود. واخواننا وانتم غاليين كلكم. وانتم غاليين وانتم غاليين الشاهد الله. ما جينا الا حبا وكرامه لكم جزاكم الله خير. ما عليكم زود. والله ما ولا بغيت اني انا اتقدم على معروف واللي مثلك مشرواكم مجيه للسعوديه انت شرف به وانت ضيفانا عند اخواننا الغاليين المطاليق. ومثل ما ذكروا الربع الحجز في غير مفصل ما يفصل. وسمعنا عذركم على الشيبان اللي تكلموا. والله لا الربع اهل المكان ولا النهاري. ولكن نسكات الرجال اللي ساكتين ذول اللي تشوفون كلهم ترى في خطرهم انهم يعزمونكم. ترى ما في رجال في ذا المجلس الا قادر وجديد للضيفان وللمعازيم. طيب الله والله اني صادق ودنا نكرمكم ولكن سمعنا عذركم وان شاء الله تجيبونا في الجايه ان شاء الله. رحم ضيفنا الغباء كل نوم على المملكه ضيفان من دوله عمان. المقدمة بنخليها مقدمة ارتجالية لا فيها لا خطاب ولا نص مكتوب. والله كل هاي العمر من تقديركم وكرامتكم عندنا وجيتكم والله العظيم لا تسود الدنيا وما فيها. حمشينا على ثر شيبان الله يبيح منها ويرحمه شايب الى محمد بن شايب الخريف. وعلى ثر شايب الله يعطيه الصحة والسلامة علي الحوصي. وادعوا له يا المسلمين.
الله يشافيه ان شاء الله ويقومه بالسلام. هذا رائد عمر بنانا اساس، وانتم من الرجال اللي ثابتين في ذا الاساس وتبنونه وحنا نبنيه بعد. والله يدمنا وياكم عند الله قبل خلقه. والشيء الثاني نستهلككم، حنا والله نحن حطينا مناسبه مختصره. اخواني والله العظيم انهم عيوا علي، ولا بغيت احط اللي على هواكم يا سالم، لكن رفضوا ليكم انتم حقكم هنا المقام ولا القدر، وتستاهلون في المقام. نستهلككم حنا فيها ابيات ترحيبيه من شاعرنا رايد الكيلعاني. والله يحييك ومرحبا ومسهلا، انتم ضيفان غاليين وعند ربع غاليين ومرحبا والله يحييك. اقول عمركم طوال، يا الله ارزقنا قبل يوم الوداع التوبه، يا الله ارزقنا قبل يوم الوداع التوبه، واجعل المنزال في جنه عدن يا والي. يا الله ارزقنا قبل يوم الوداع التوبه، واجعل المنزال في جنه عدن يا والي. وابن عمي يوم يجذبني النداء من صوته، ما يسابقني على داعيه غير ظلالي. ارضي لو تكثر فلوسه جعل مهوبه، والكفوت عند يمينه ما يحب لي مالي. يتجمل ويتخسر ما يصر جيوبه، عنده انه نعم هي ربحه وراس المالي. وانت يا ابن خريف طيبك ما وراه عجوبه، ولتعود المجلسه للطيبين ظلالي. ودي ارحب لوالي في ظهر مجلوبه، والله ان الطيب غالي والمعزب غالي. ودي ارحب لوالي في ظهر مجلوبه، والله ان الطيب غالي والمطيب غالي. مرحبا والحوسني سالم على ما جوبه، مرحبا يا مسهلا بك يا احمد المقبالي. مرحبا والحوسني سالم على ما جوبه، مرحبا مرحبا بك يا احمد المقبالي. ويمنا نشري رضا عيناه من يهوبه، عاد من صار من دار لها منزالي، من جبال الضاف قوم مجدهم فنوبه، كل قوم باللاقى تردع العيالي. حاربوا جيش الشيوعي وكسروا مندوبه، مخبر اللي يحسب ان المر مثل الحالي، وسلامتكم وجعلنا فاسدة. وجه ابن عمك على ذا الماقف اللي مو قريب منكم، انتم تجملوا في كل مكان وفي كل زمان. والضيوف مرحبا والله ما شاء الله، والله يحييهم في محل اخواننا وبن عمنا وفي دولتنا، دولتنا العزيزه المملكه العربيه السعوديه. المملكه العربيه السعوديه تحت ظل سيدي ادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اطال الله في عمره وعزه، وعز عبده الايمن محمد بن سلمان حاكم الشرق الاوسط او وجهه الشرق الاوسط، مو بالشرق الاوسط بس، لا حرك العالم وحط المملكه هي الوجهه. فنقول الله يعزه ولا يعز عليه، ويعز حكام الخليج وينصرهم ويكفينا وياكم شر ما في شر. الضيوف غاليين مثل ما قلنا من شويه، ضيوفنا الغاليين نقول الرجال اللي حاضرين والله ما جو الا ودهم يعزمونكم ويكرمونكم. القصيد واجب ولكن انا بعطيكم ابيات. والله مقدمني دايم فيك وفي شاي، ولكن قد قلنا وتستاهل. مليار ودايم تقول فينا الله يطول عمرك يا مال غناء. يقول عند ترتيب المعاني على افضل ما يرام، اتخير في النوادر واشد اخطامها، اصفر المعنى وراهن وبكسب الوسام الجزاير في الميادين عشق وسام. الفضل لله اعطاني وانا نهجي تمام، منهجي واضح والاسماء سمت باجسام، الاسامي تختلف والحياه لها نظام، وسنين اللي تخالف تغير جام. ذا صحيح وطيب الراس ما يمكن يضام، لو يشوف احباب نفسه تموت احلام، بين حلم ما تحقق وهدوات العظام تشرح الجام. الهقاوي على درهام، الهقاوي شامخه والنفوس لها مرام، والحياه حقوق والنفس ما شنظامها. احمد الله واشكره بالفعل قبل الكلام، عارف انه جل رساله وكل احكامها. ما تغيرني طقوس الحياه الا احترام، وسله اجهل وطنها واعرف ايامها، والحلام اللي بنانا ما تعرض في المنام، قبل احقق نصفها ببتدي قسامها. صرت اقول اللي حلم مثل حلمي
ما يلام لو طرح نص الهداوي ونص ارقامها، ليه؟ لان الوضع يحتاج وقفه واهتمام بقضيه والحديده الخافه اعدامها. قال نور الصبح والدرب يغشاها الظلام، والسبب من يكفي الناس سم اقلامها في وجود اهل التسلط وحب الانتقام تبدا احلام المطالب من خدامها. ويه يا عصر التقدم من الحق الملام كان مريم في الدايله واقسامها دايله تحكيم الاصوات ما تبقى السلام بعد شباب تكف قبل بهامها وانكشف ما كان مستور في شرق وشام والعرب تشكي منها وتبكي شامها. ثم عرفت من كوارث سببها الازدحام وادري من بعض الجماجم بدون اعظامها وادري ما كل رجل على الشده اسلام كم رجال تخدع الناس فيه اندامها والرجال تعرف مبدا الحلال من الحرام والرجال تميز اصحابها واقسامها والسلوك تغيب وتشع عاما بعد عام واكثر العالم تلذذ بقطع ارحامها رساله حسب ما شفت والموضوع هام وكل نفس تجد اعمالها قدامها والتفت واقول يلي بلا قدر ومقام لا تفرك نفسك الناقصه اوهامها موقعك خلف النشامه بروح الانهزام لك ما تفرق ليالي سنه وايامها وانت تدري وانا داري فلا تكثر كلام البلا ما طول الناس غير اقزامها. سلامتكم جميعا. في دار خنوره دار العرب سلمان خادم بيوت الله ومرهب خصومه. في دار خنوره دار العرب سلمان خادم بيوت الله ومرهق خصومه. يا مرحبا يا ضيوف ترحيب قحطان والضيف دايم نحتفل في قدومه. يقولها ناصر سلايلك حيلان واخوانها اللي عزمهم من عزومه بضيافة اللي بالوفا فعلهم بان لهم على الافعال حومها. وقومه بضيافة الخريم والعز عنوان واخوانه مال صبيحه وللعز يومه. يا مرحبا يا الحوسر يعد مضان نجما على كد السما له رسومه. ويا مرحبا يا المقبل اعداد ودان ودان واسم نستقي من علومه في دار بالوفا شانكم شان ولا رحمكم بحق الاصحاب لهم اخوان واصحاب على الارض جيران الصف واحد كان احنا بنا عمومه والمملكه وعمان صدقان واخوان افرادها وشعوبها والحكومه. ويا مرحبا يا ضيوف ترحيب قحطان والضيف دائم نحتفل في قدومه وسلامة الجميع. انا برحب في محل الاخوان لان واحد في المحل ولا يحب مرحب الله مسهل بضيوف لدولة عمان وانتم والله ما انتم بضيوف والله انتم محل محل والله نبغى نصار الاخ ربي انهم يسلمون ما يعلمون الا على المطالب اللي يبغون شباب. وانا يكلمني يا ابو محمد وقال بما انتم كنتم له ودي بقبرها بيوم اتوقع. نعم قبره وحابين احنا نقربكم وفي ضيافه قامت عندنا بس تعرفون محل ولكن تاخرت رحلتكم وتاخر الموعد واليوم جيت عند الاخرين يقول مرحبا اللهم اسلم. وعمان والسعوديه دوله واحده. والله نبغى نصار انها دوله واحده منذ تاسست هذه البلاد على يد الملك عبد العزيز رحمه الله. ودوله عمان تقف مع السعوديه والسعوديه تقف مع عمان. ما علينا من حتى لو الاعلام يقول غير الكلام هذا او المطبلين اللي يفكرون بين دول الخليج ما نسمع الكلام هذا، لكن الواقع يقول ان عمان هي السعوديه والسعوديه هي عمر. يقول مرحبا اللهم اسهل والله يحييك. انا كلمت ابو محمد اللي له هوى والحكم والله في شيء واعطاني الاوكيه ونقول مرحبا اللهم اسهل بعد عسى على في الجنه ولا والله حكم في شيء. لا من يجيتونا في محلنا فلا نملكم ان شاء الله الموعد اللي باذن الله عز وجل يصير. والكلام وصل وقيل على ابو محمد وانا اعزم الجميع بعد عسى على هوى في محلي عن غفر المبلغ. هذا الكلام اللي حبيت اقوله وانا راح من المطالب اللي يتكلمون بين الاعلاميين ولكن ربع الاخرين دائما تشجع والله يرحم محمد الله يجعلنا في جنات النعيم اللي اسس هذه المعرفه وحصل بعمر التواصل وهذا بر من عياله بر من عيال محمد انهم يبرون فيكم ويتواصلوا معكم اهل عمان لانكم انتم اهل الوفاء وانتم اهل العلم الطيبه كلها. نسال الله سبحانه وتعالى ان يديم الامن والامان في هذه البلاد وان الله سبحانه وتعالى ينصر الاسلام ويعز المسلمين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اسمع الاخوين نحن
ما قال حامد القادري مرحبا حتى تقول ضيوفنا كرمكم الله كل ما جدنا على الضيفان جاد الله علينا والله يبيض وجيهكم ويطول اعماركم على الكرامه اللي باسمنا جميع وانتم والله على الطيب والله وليدنا عليكم ومرحبا والله ما سهل ترحيب من يوم جيتوا لين الفيت وفي صدورنا قبل المحلات وغاليين ولا بعد صاحب الغلط بعد ابو باطل واخواني اللي تقدموا قبلي ما بعدهم والله كلام وفقوا بالكلام وهم اهل وفا ومن ناحيه المشاركه والله ما حضرنا في المناسبه للمناسبه اكبر من القصيم لكن بنعطيكم من اللي احنا مجمل يمكن نطلع بالموضوع شوي لانه يقول مراحل اسلوب الزمن وقعها شيء وايام هذا الصبر والعزم مقياس ويلي من الايام دقت لمرين لا تشكي ظروفك ولا تقطع الياس ادع الله اللي يجيت بين المصلين انه يزيل همومك وظرفك الماس اللي كتب الله تبي تشوفه العين وان كان شفت اللي ما تبغاه لا باس هذه هي الدنيا من اول لذا الحين وان كان ما حسيت ما عندك احساس ان صارت الضيقه مع الناس روتين لحين يلوم الشاعر ان صار حساس للشاعر اللي تضحك وخاطرك زين اسمع قبل لا يشغلك كل هجاز وقرب وخل المزح وضحك بعدين واخذ الكلام اللي من الراس للراس كلامك الطيب ما يبغى له يدين وعلم الحي المين ما يحتاجه عساس وان طعت لي ترى الكبر ما هو بزين حتى لو ان العالم اشكال واجناس لا صرت مثل الناس مخلوق من طين وشنت يوم انك تكبر على الناس سلامات انا ما كفينا منك ضيوفنا اهل الوفاء واهل الكرم هم اللي عندنا ضيوفنا اهل الوفاء واهل الكرم قمر العذاب يا شبابها ضيوفنا اهل الوفاء واهل الكرم قمر العذاب يا شبابها ارحموا بسام الضيف قمر العذاب يا شبابها عاشق صلوا على النبي تفضلوا مرحبا والله ومسهلا على واجب هالعمار والله يحييكم تحيات المطر تفضلوا
ويا مع الكويت الأهواج وحلب الأهواج. مرحبا والله مساء الجميع. تفضل على الشاشة.